نروح لأول فقرات برنامج الأشبال ونروح بقى للصحف والمواقع. ومنذ ساعات قليلة انتهت مباراة شباب النادي الأهلي بفوز كبير على وادي دجلة برباعية. كان تشكيل النادي الأهلي مكون في حراسة المرمى من أحمد طارق سليمان، خط الظهر مصطفى إلياس وفارس طارق وعادل أحمد وإبراهيم السيد، محمد شكري وعبد الرحمن أشرف وزياد طارق، محمد فخري، صالح نصر وفهد جمعة. أهداف النادي الأهلي اللي أحرزها فهد جمعة، أحرز هدفين، ومصطفى إلياس أحرز هدف، واللاعب المتألق هداف دوري شباب الجمهورية اللاعب محمد فخري أحرز الهدف الرابع. التغييرات اللي أجراها الكابتن عمرو أنور: وليد مصطفى بدلا من فارس طارق، أحمد السيد بدلا من محمد شكري، وعلي أحمد حسين بدلا من زياد طارق. برضو عايز أقول لحضراتكم نتائج الجولة 26، دي كانت المباراة 26 في دوري الشباب وهم بيلعبوا بطولة جمهورية. فوز بيراميدز على الاتحاد 2-1، فوز سموحة على إنبي 2-1، تعادل السلبي بين الجونة والمقاولين 0-0، فوز الأهلي على دجلة 4-0، فوز الحرس على المصري 3-1، فوز الإسماعيلي على طنطا 2-1، فوز كبير لإف سي مصر على أسوان 6-0، والتعادل السلبي بين الإنتاج والمقصة. بهذا الفوز يرفع النادي الأهلي طبعا رصيده، يعني هنكون معانا دلوقتي كل المسابقات بتاعت الناشئين عندنا وجداول الترتيب. النادي الأهلي يبتعد بالصدارة بفرق ما يقرب من 7 نقاط عن الإسماعيلي في المرتبة الثانية. النادي الأهلي ما شاء الله مع الكابتن عمرو أنور شباب النادي الأهلي عامل نتائج رائعة، بيتصدر النهارده برضو، يعني إنبي بيخسر بيجي في المرتبة الثالثة، الإسماعيلي بيفوز هو اللي بيدخل في المركز الثاني بعد ما كان إنبي في المركز الثاني، وما زال شباب النادي الأهلي بيتصدر جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الإسماعيلي. لكن الفترة اللي جاية هتكون صعبة، في مباريات قوية، وتبقي على جدول المسابقة أو على بطولة الدوري حوالي 8 مباريات. 8 مباريات النادي الأهلي أو شباب النادي الأهلي محتاجين منهم حوالي 6 مباريات مكسب. المباريات اللي جاية في مباريات قوية، المباراة القادمة للنادي الأهلي هتكون أسوان في أسوان، بعديها مباراة إنبي الإسماعيلي، في لسه النادي الأهلي هيلاعب إنبي، لسه هيلاعب المقصة، ففي مباريات كبيرة، مباريات تقيلة. شباب النادي الاهلي محتاجين تركيز، محتاجين شغل كبير خلال الفتره الجايه، علشان دايما السبق لما بيوصل في نهايته بيكون محتاج تركيز كبير. كل التوفيق للكابتن عمرو انور المدير الفني لشباب النادي الاهلي وكل الجهاز المعاون صراحه. وبصراحه الكابتن عمرو انور عامل شغل هايل جدا مع شباب الاهلي للسنه الثانيه على التوالي، السنه اللي فاتت ايضا يعني برضو اخذ بطوله دوري شباب الجمهوريه مع مواليد 97، والسنه دي ما شاء الله ماشي بشكل رائع مع فريق 99. نروح للخبر الثاني مع أهلي مواليد 2000. أهلي مواليد 2000 بيفوز على المقاولين بثنائية في بطولة منطقة القاهرة. كان افتتح النادي الأهلي التسجيل اللاعب محمد هاني اسم الشهرة بكار في الدقيقة 5، ومحمد مصطفى أوكا الهدف الثاني في الدقيقة 39. أيضا ما شاء الله مواليد 2000 في النادي الأهلي بيرفع رصيده إلى النقطة 45، جمعها من الفوز في 15 مباراة بالعلامة الكاملة زي الفريق الأول بالنادي الأهلي، سجل 73 هدف مقابل 6 أهداف في مرماه. ينتظر يعني الفريق إجراء قرعة المرحلة الثانية والنهائية من البطولة التي ستجمع بين الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعتين. كل التوفيق لفريق مواليد 2000 في النادي الأهلي. هروح ايضا لفريق 2003. 2003 يفوز على دجله بهدف في دوري الجمهوريه. كانت المباراه اقيمت في ملاعب الناشئين بمدينه نصر يوم السبت الماضي. سجل للنادي الاهلي اللاعب عمرو توفيق في الدقيقه 65 من عمر المباراه بتسديده ارضيه على يسار حارس مرمى دجله. نروح لنتائج الجوله 26 لدوري الجمهوريه للناشئين مواليد 2003. فوز الأهلي على وادي دجلة 1-0، إنبي على سموحة 2-1، المقاولين العرب على الجونة 6-0، طنطا على الإسماعيلي 2-1، تعادل الزمالك مع طلائع الجيش تعادل الإيجابي 1-1، وأيضا التعادل الإيجابي الاتحاد السكندري مع بيراميدز 1-1، والتعادل السلبي الإنتاج الحربي مع مصر المقصة 0-0. نروح لفريق 2004 اللي بيلعب بطولة دوري الجمهورية، مدير الفني الكابتن ياسر ريان. وبرضه بيقترب دوري 2004 من الانتهاء، متبقي ما يقرب من حوالي 4 مباريات. فاز النادي الاهلي على إنبي 2-0 في ملاعب الناشئين بمدينه نصر.
افتتح للنادي الاهلي التسجيل اللاعب ميدو اسامه في الدقيقه 27 من ركله حره مباشره سددها بشكل رائع، وايضا الهدف الثاني اضافه اللاعب رأفت خليل في الدقيقه 86 من ركله جزاء. النادي الاهلي بيرفع رصيده الى النقطه 41 ليواصل التربع منفردا على صداره الترتيب، بيبتعد عن انبي بفارق 5 نقاط. تجمد رصيد الاخر عند 36 نقطه، وجمع الاهلي رصيده من الفوز في 12 مباراه والتعادل في 5 مباريات والهزيمه مرتين. سجل النادي الاهلي 51 هدف مقابل 16 هدف في مرماه. نروح بقى للكابتن ايضا، كابتن عبد الله فاروق المدرب العام في فريق 2004 كان ليه تصريحات بعد مباراه الاهلي وانبي، وكان ابدى سعادته كابتن عبد الله فاروق وكل الجهاز الفني بالفوز الذي حققه فريقه امام انبي بهدفين دون رد في بطوله الجمهوريه، واكد ان اللاعبين قدموا اداء رائع واستحقوا حصد ال3 نقاط، وطالبهم بالتركيز خلال الفتره القادمه، وقال احنا عملنا حساب جيد لفريق انبي. نروح لنتائج الجوله ال20 لدوري الجمهوريه للناشئين مواليد 2004. فوز الاهلي على انبي 2-0، الزمالك على طنطا 1-0، بيراميدز على الجونه 1-0، المولين العرب على سموحه 2-0، حرس الحدود على الانتاج الحربي 5-3، وتعادل وادي دجله مع مصر المقصه تعادل ايجابي 1-1. نسيب 2004 وننتقل الى 2005. كابتن احمد سمير بيبو ما شاء الله اللي عاملين نتائج رائعه في دوري منطقه القاهره، و2005 السنه دي اول مره يلعبوا ملعب 11، ملعب كبير، وبرده ما شاء الله بيقدموا اداء رائع ونتائج رائعه. فريق 2005 يحقق الفوز على الظهور بهدف في دوري القاهرة. أحرز الهدف للنادي الأهلي اللاعب أحمد فكري في الدقيقة 80 في اللحظات الأخيرة من المباراة ليمنح الأهلي النقاط 3. بهذه النتيجة وصل الأهلي إلى الفوز رقم 18 على التوالي بالعلامة الكاملة، زي فريق مواليد 2000 وأيضا زي الفريق الأول بالنادي الأهلي. فريق 2005 بيسير على نفس نهج الفريق الأول وفريق 2000 في النادي الأهلي، بيحقق الفوز والعلامة الكاملة في جميع المباريات. فوز في 18 لقاء على التوالي بالعلامة الكاملة، رفع رصيده إلى 54 نقطة مسجلا 85 هدف مقابل هدفين بس في مرماه، وعلى ما أعتقد ده رقم قياسي كبير جدا لفريق 2005. نروح أيضا لسلسلة بقى يعني النهوض بقطاع الناشئين من قبل لجنة التخطيط، وأيضا من القائمين على قطاع الناشئين والكابتن فتحي مبروك. قطاع الناشئين ينظم محاضرات للاعبين عن التغذية الطبية،